السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتا هذا أنا هاي قرده وفتيجة كتبت هرجيسة وزيرة آد آد بان ويدكم هذا غير. مركين ليلي واحد ذكر مشارق ويانكي. رجسوا كل فريسنا إلا حلا إلا ساق ولا هذا هاي. لما كان محنو كي الله. أنت آتلا هذين أي ما ذل أقوله. سو مرض واحد لا هذا. نين كهذا رح لو مثل مامو هبل هو هذا الكهاي أو مكسيدي شيخ بنو كهذا بدلنا باب لو وصل قال الله ورا باب كاسيا سولا يا من هتشوا عن كهاي واقع مر قاعد يا قون بدلنا واسك درسته إلى هنا واقن باش اللي بيريو إن يرى ورا وصل هذا مر واسك درا كوري بي إتش دي بوسته وحلا يا ولدي من كبر كهذا تكلم بيرني إن كان بي إتش دي وقرا بوسته كلا مساج تكلم هاي تعلمت نوع تابلتي سومال هذا هو المهدسي كان عادي عمود يقول بلاوي يا معلم تقول له مهديو تجد الواحد وانت ما هتم مركز دلك كفده إما كشقارها بلا يرد إيه سواب بحية إيه قرن كسوق لا يم مالك ساخ قبطان أما بعمش ساخ قبطان أما براي في ثوشة قيستان أما دور ثوشة قياني وي كم وقتا أقوانتي أي برتين ودرني ماذا ما ملك هو بلاوان قيمته قيمته قف كسو يسوع وريه يعني إم بضم بضم بلاهاية مركا تأذي نوبلو ذا المانتا وينو بلان وينو والينا شركة إيمكا واحكا صباحي ورق بسكو ذا راعي نيكي أهري إلا نكو دمي لسكو ذا راعي أنو حق بسانا أوه وحا إيا وحا سانا قادمان ونسلو القرآن سيدين وقبنا أنا ونسلو القرآن وآن شركة وليد عيسا وحلو القرآن وآي هاي باهيدا وينو قبنا إستين وحق بسانا لسلما قريت شريش ريش تدخل آن أقويان كاريكا شريا وأيو كنت كسي مقرناي نو ولا ركع الدو حبيبي وارد دورة دم ما هاتي وحبة يدشرتي إسنتراس الخايد دورة دي يستدح واحد على قدرك فين ماركت بينه نهاي لعكتي الشعب كان عندك وهاي برايفز كان ده تنوح على غيره وقف ولما يرو مسؤول دقيب ترى قالك قاتو دورة واحد قاتو هو فاسيليتيشن إيه اللي بتجري هذا إيه إنه هو اللي فلو حكر صارته دوس بركس قطان سيستم كان قادنا واقع لكن تعال ورا ما يروح وليه عاوم حد وسيد عنك قدام يقول كان يقول محس دوات من الحبيب مركا هو كوانين يا ايو ورشاها سان حيا ايو ساسين ويلي هذه ما مريس مركا ورتا نيو تزاكم الله عاو وحبوا ما رغبتي نفس بان هاي وانو حدكرا مركا وحان دونيا كونو قرما ايو هلكا ارغتان بان دغاي رايغا iy fikrada ahaysan baad ku shaqeyna waan taan u baahnay professor maxamed muusana waan u maad qayaado shalayde waanigi u cawday waanigi salaabaan iyo qolada hargeysa iyo wiiga hoos qaad waayay maalin kasta waxaan waar inoo fura faculty ga siyaasada siyaasada marka la magaca la qor soo diidsiya hadaba waxaan bedel waxaan ki hoggaaminta inoo fura ki hoggaaminta taa inoo fura waayo waxa aynu wado oodan PhD iyo san caafimaad iyo qoraa iyo statistician iyo fariiq waxa soo raamay hadaan hoggaamin waxa intee qaado meel la marso isku wadan la waayo dema soconays individual man oo haran qof qof iyo shirkad saas uu yiri ku yahay faradaas uu keenay aad iyo aad baan yaa iyana waan soo wada inuu saa wadno waliba gooladana ku fidino dadkan saabar aad oo maatinta waayo haddii daa idu ku sida aqoonyahannimada qabo u soo dhigin tii anagu sasmar ku jiray intii gabadha lagu doodo iyo intii maamul iska yiraahdo iyo wixii la saado dhamaan sidii diyaariyay ma kolka intaa waxa ku dhaaf shirkeeni waa soo dhaweynaya aad iyo aadna wada kalaanahay waana ku wada mahadsantii qoray jaamacada amuud aasaastay oo fara badan oo rag wada aqoonyahan ah oo ilaahda waqti dheer baan fisha ka arkayni ومات قوي من شوال فرحان سنة رجلها يكون ديوت شوال هذا يا الله وأكون محسن تيه في شو أنا أحسن بعركتين ذلك هو نبأ وحترتين ذلك هو نما هي سومالي ولا وحيد ما ضيت كان عروت كم حضاين عمود ما هو بوي شو قال وأشر أصلا سنتين إيه أشر واسم لكن ولا حد ولا حد يربى كيل لودي ولا حد وح وعي أرضي والله صار صاري أستين وشقة جيني حق إنه شقة جيني هذا كوي ذا درندي والله عرتي والله هذا أنا قربها الله فرد أنا أما وش هذا سوي أنا مشاريع سوي هذا ده واحد لا يرقي فكره وحين نوره
وروحها كان يمني صور راعية هل كأي نودو شقة تجي هذه مشارع ذينا الله عقته بارنكا فوقت هذا كل صدر أنت أصلاً ما يقصد أنت أمر هذا بتبشر كلمة كذي مدر بارو بدبيا لك حساب تيا قانا حساب وهذا تيا خضرة ولا دخلت وعري عشان هذا ما يقران يعني ما دام هذا الكلام شو بيمك waxay ku jira sanadkii siyaasadda iyo buuqa badan meel buuq ka baxsan Soomaaliya buuqeeda sanadka aqoonyahankii xalay lahaa oo ka gabada oo eeduun u ciliyay iyo buuqeeda buuqa mid ma ku soo koobaya waxa jira waa iga durayay ka durkii maayo bal soo haysta in banay ku banayn maayo tabar ka hor oo soo gaabso laakiin sanadka mid buu dheeri waxa lagu heshiyay 10 sano mar xisaab la furo chaan iska furida ragii wadi anuu markii biragu ahay ragga ka baqanayay baa war naga daay lana waa xilaafin istoorkeenu waa qabiyo war buuq buu naga daay laakiin ragii markaa u doodayay iyo siirayoon markii markaa taadahay lagu arinta lagu urri ahaa wuxuu ka qaatay oo ku dhigay war Soomaalidu wari maynaan degin waana tan wax qaybsiga iyo dadku wari kar shaksiya waxa la waayay lahayd marka saddex xisbi shan iyo toban sano hortaagnaadaan waa la nacaya ama markii la doorayay qalad wax u dhacdo xitaa representation dadka qaar ka maqlaanaya marka waxba gaab baa dhacaya marka si mar walba khaldka dhacay saasi aan u saarno toban ka sano baa la waayay sidii lagu hindiray horta qaladkii laga baqayay ayaa soo baxay toban ka sano ayuu ka soo baxay waxa soo baxday 10 sanadood oo xisbiyadu la oggolaaday sanad aanu seeno 10 sanadood xisbiyadu soo isan markii u horeysay ee xisbiyadu la furay wixii ka soo baxay xisbiyadu furay waxay noqdeen waan wada ognahay shaki kuma jiro wax kale oo la sheego badan gali maayo hadii aan wax su'aal ah weydiinayn aad iyo aad waxaan ku mahadnaqayaa waxaan inoo balana laba qodob mid waxa weeye markaas ku wareertay gisaaska kaale horta dee hawshii imi kama qabsanin maanta jaamacadana waanu imid baahi badan dadku way soo qabnay dadkii nus baan arag 50% xisbigii ma arag dhalinyaradii ma arag haweenkii ma arag baacimishtarkii ma arag imise waxba ay yaalla insha allah aad iyo aad baan wax soo noqon waan qaatay war soo noqday martiqaadka ah aad iyo aad doonaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.